Laferty, o Maquet, gol! إيرلندا الشمالية يطرب بقوة في هذه اللحظات، مفاجأة مدوية. إيرلندا الشمالية يا سادة يا كرام هي التي تتقدم في هذه المباراة. هشمة عكسية سريعة قادرة لافيرتي، تحضير الكرة لماكين في مثل هذه المناسبات لا يضيع. هذا هو لافيرتي، هذا هو نجم منتخب إيرلندا الشمالية. ما هذا الطريق لماكين في الشباك البرتغالية يا باتريشو، في الشباك البرتغالية. ما هذا السيناريو؟ لا أحد كان يتوقع إيرلندا الشمالية ستفشل. حتى نهاية المباراة برونو ألفيش يرفع في منطقة الجزاء، وهذا شباك يا كارول، جيبها من الشبكة الإيرلندية يا كارول. أمامك بوسيغا استغل الوضع بشكل جيد، يعدل النتيجة. هدف يحرر اللاعبين البرتغاليين لأنه تبقت 10 دقائق على النهاية، وممكن البرتغال أن تعود من بعيد، ممكن البرتغال أن تفعلها.